أتمني لكم بمتابعة طيبة لهذه الانطلاقات ولهذه المنافسات التي نشاهدها ونعيشها هنا في رابع أيام هذا المهرجان الختامي الكبير. عبد الرحمن أحمد أمين وتواصل مع الشوط الثاني. على بركة الله. إذا نبدأ مشاهدينا متابعينا الكرام باسمه وعلى بركته يتواصل أيضا بدوري مشاهدينا متابعينا الأعزاء عشاق الأصالة أينما كنتم. بعد الشكر للزميل سعد بن مثلى على عتيبي الذي انطلق بأول الأشواط الخاصة بهذا السن سن الإذاع والمسافة التي بدأت من هذا الصباح تحمل جديدة 6 كيلومترات في تحديات الأصالة والتراث في هذا المهرجان السنوي خلال هذا المسار في هذه اللحظة إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى الاندفاع. جلاد هناك يتابع عضيد جلاد على المركز الثاني لهجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير منطلق مع جلاد على اندفاع هذا الشوط وتهديد لعضيد على المقدمة هنا على المركز الثالث. وصل في المركز الثالث مطران أو مشكور. مشكور بدأ الآن يدخل زمام المنافسة. مشكور لسعد الشيخ القاقا بن حمد بن خليفة الثاني وفهد مسيف الخيارين المتفوق بدأ الآن يفرض أيضا تواجده مع هذه الانطلاقة مع هذا التحدي. زمام بدأ الآن في المركز الرابع. زمام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير في الانطلاق وفي التواصل وراء هناك دخول قادم في اندفاعة مطران. مطران حمد بن محمد بن صلعة المري الله عليك ابو صلعة الله عليك ابو صلعة ما شاء الله انطلاق وتنافس وتحديات مع الكبار في اندفاع هذا الشوط المميز الشوط الذي يحمل جديد ويحمل ايضا اندفاع هذه الرياضة العربية الاصيلة. عضيد مسيطر عضيد ما شاء الله متحمل عضيد يقوم بدور مميز مع هذه الانطلاقة ومحمد بن خالد العطية يسير عضيد مع هذه الانطلاقة ومع هذا المسار الصباحي والملكية هنا لهذا الشعار العنابي المميز سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني في اندفاع لعضيد على المقدمة وعلى الصدارة والبقاء في المركز الأول. جلاد بدل أن ينتقل إلى المقدمة ينافس بقوة من خلال هذا المسار لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في انطلاقه وفي تواصله ووصل هناك الباز. الباز طار الباز في هذه اللحظة خليفة بن خميس الغويص السويدي ما شاء الله انطلق الباز طار الباز من المركز الثالث إلى المركز الأول لعود إلى المركز الخامس وهذا ظبيان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني من خلال هذا المساء. سالم بن فاران المري هو الذي يقود هذا الانطلاق ويقود هذا التواصل ما شاء الله وصل الذهبي الأربعة هناك على الصدارة والمركز الخامس. نعود مع مشكور لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن قريبه آل ثاني وفهد مسيف الخيارين الله 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 هذه المراكز الخمس التحديات الخمس الانطلاقات الخمس التي جانبت هذه الانطلاقة وهذه التحديات والكل يسير مع الكيلومتر الأخير يحمل التحدي الخطير والتنافس المثير مع انطلاقة نهاية هذا الشوط. الصدارة بجلاد الصدارة بجلاد جلدهم جلاد تحرك جلاد انطلق جلاد جلاد لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير بدأ يستخدم أيضا الطاقة التي يحملها جلاد من خلال هذا المسار. يا سلام هل يكمل كما بدأت دوارة في هذا الصباح ويحمل أيضا انطلاقاتها. هناك جلاد على المركز الأول والتحدي الأول بدأ تحرك قادم في هذه اللحظة من مشكور. مشكور لسعد الشيخ القعقاع بن حمد بن قليب الداني فهد بن سيف الخيارين بدأ على المركز الثاني ولكن خلاص جلاد 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 أنهى الشوط. جلاد تحمل قيادة هذا الشوط. جلاد تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الانطلاق الصباحي المميز. تهانينا لانطلاقة هذه اللحظات. سلام يا دولة الإمارات سلام الأداء سلام التحية سلام انطلاقة إدانة الدنيا سلام مرغم سلام. إذن هنا جلاد يصل لخط النهاية تهانينا لك براشد حمد بن راشد بن غدير على انطلاقة الجلاد في المركز الأول. المركز الثاني مشكور لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الداني المركز
المركز الثالث هنا جايين سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الرابع ربيان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والمركز الخامس وصل الباز خليفة بن خميس الغويص السويدي. هذه المراكز الخمسة الأولى في هذه الانطلاقة وهذه التحديات، العودة إلى البداية، العودة إلى التوقيت الزمني، العودة إلى منافسة هذه اللحظات. ما شاء الله هناك 9 دقائق بدون شك، لأن المسافة 6 34 ثانية وجزء واحد من الثانية هو التوقيت الزمني اللي سجله جلاد تهانينا والناموس لهجن عاصمة تهانينا الحمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني جاء من نصيب مشكور اللي وصل في المركز الثاني اذا تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن قنيبال ثاني، تهانينا فهد بن سيف الخيارين، والتوقيت الزمني 9 دقائق 36 ثانية و83 جزء من الثاني تهانينا والناموس. وثالث المراكز كان يحمل انطلاق الشاهين تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا احمد بن سلطان بن رشيد 9 دقائق 37